كان الحدث في تعز، لكن صدى التفاعل معه بعد أكثر من شهر. هنا في العاصمة المؤقتة عدن، حدث آخر هو الاحتفاء بأربعينية الشهيدة ريهام البدر، تلك التي صارت أيقونة حقوقية بعد مقتلها برصاص ميليشيات الإنقلابيين. ريهام التي دافعت بحياتها عن الضحايا، والتي كان استشهادها أيضا إدانة للقتلة. الشهيدة ريهام لا تكفيها سطور ولا تكفيها عبارات ولا تكفيها الكتب. حضور لافت في هذه القاعة وكلمات من مختلف الكيانات المدنية التي عبرت عن مكانة الشهيدة وعن واقع العمل الحقوقي والإنساني في ظل استمرار الانتهاكات بحق المدنيين جميعا والناشطين على وجه الخصوص. أتمنى أنه الكل يستمر بنفس خطواته، الكل يحاول لملمة جرح مدينة تعز. جرح مدينة تعز كبير جداً، لن يلتئم هذا الجرح إلا بتحرير مدينة تعز وإنصاف المدنيين. على المستوى الإنساني الأقرب، وفي عيد الأم كانت والدة ريهام بالغصة التي رافقت كلماتها القليلة معبرة عن أفضح الخسارات الإنسانية في هذه الحرب. أنا ما أقدرش أتكلم ولا كلمة، بس أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أفتخر بريهام وأحمد أخوها شهداء. أصدقاء وزملاء ريهام أيضا كانت دموعهم وكلماتهم المختنقة أكثر بلاغة، وهم أيضا ما زالوا في مرمى استهداف الميليشيات طالما ظلت محاصرة مدينة تعز. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.